وأود الآن أن أذكر لكم بعض ما يتعلق بالمبعث النبوي خاصة لا بخصائص الرسول صلى الله عليه وآله عموما، بل ما يخص المبعث، وهي أمور عديدة ليس في الإمكان حصرها ولا يسع الوقت لأكثرها، وتحتاج ويحتاج استيعابها إلى مجلد ضخم أو أكثر، وإنما نتعرض الآن إلى بعض النقاط فقط. النقطة الأولى، إن هناك رواية معينة ومشهورة لدى الجماعة، ولا أعتقد أن أحدا منكم لم يسمع بها، موجودة في المنهج الدراسي التقليدي الرسمي، رواية معينة مشهورة لدى الجماعة ومروية في كتبهم، كتب إخواننا أبناء العامة، في كتبهم المعتمدة في قصة حصول المبعث، لا تخلو من إشكال تاريخيا ومفهوميا، فيحسن أن نسمعها ونناقشها باختصار. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو، يعني ينفرد طبعا بغار حراء، فيتحنث فيه، أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج، لذلك يأخذ لخبز ماء ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك مثل إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله يرجف فؤاده، هكذا تقول الرواية. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، أي لفوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، نظرة موتي يقني. فقالت خديجة: كلا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. فانطلقت خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنفر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني الكتابة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمين. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر، فأخبره رسول الله خبر ما رأى،
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني أكون فيها جزقا، يا ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي. المخشوات ما هو على وجه الأرض، ما لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفتر الوحي. أقول فمن هذا المنطلق لنا عدة ملاحظات. الخطوة الأولى أن نفهم بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث، وأهمها اثنان: أحدهما قوله فأخذني فغطني. بابا شنو يعني فغطني؟ سبحان الله، يمكن أن يكون من الغط في الماء وهو الدخول فيه، يعني أدخلني جبرائيل عليه السلام في الماء حتى بلغ مني الجهد، يعني هناك ما يهم أصل صحيح لا يوجد فيها ماء طبعا. ويمكن أن يكون من الغطاء وهو ينتج الظلمة، فقد أدخله في الظلام حتى بلغ منه الجهد. ويمكن أن يكون من الغطيط وهو شخير نائم، يعني أكمه حتى جعله يغط كغطيط نائم حتى بلغ منه الجهد. ويمكن أن يكون مجازا من العصر والضغط، يعني ضغطني حتى بلغ مني الجهد. والظاهر أن هذا هو المعنى الأشهر. وعلى أي حال فاللفظ هنا يفيد معنى الإزعاج والإيلام، وهو حسب السياق الرواية، حسب السياق الرواية يأتي كعقوبة على رفض رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرأ واعتذاره بقوله: ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أعرف القراءة ولم أتدرب عليها. فإنه صلى الله عليه وآله كان أميا بحسب ظاهر المجتمع طول حياته، لم يقرأ ولم يكتب. ويمكن أن تكون الفاء في قوله فغطني أصلية وليست عاطفة، ونقرأه فغطني من فغط يغفط، إلا أنني بحثت عن المعنى اللغوي في المصادر المتيسرة لهذه الكلمة فلم أجد، على أنه يحتاج السياق إلى فاء أخرى تكون عاطفة قبلها بأن يقول ففغطني، وليس في الحديث ذلك. ثانيها، الخطوة الثانية، قوله زملوني فزملوه، أي لفوني بالغطاء أو غطوني به، كأنه يشعر أن الرعدة التي أخذت تشبه رعدة البرد. وقوله ثم أرسلني، يعني أطلق سراحة من تلك الحالة الأليمة. في حدود فهمي أن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه من الواضح من الحديث أن اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت قبل البسملة أو بدون البسملة، لأنه بدأ بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأين البسملة؟ سبحان الله. فالظاهر من الحديث والواضح من الحديث أن اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت قبل البسملة أو نزلت بدون بسملة، وهو غير محتمل، وخاصة ونحن نعتقد في مذهبنا بأن البسملة جزء من هذه السورة كما هي جزء من كل سورة غير سورة براءة. الخطوة الثالثة إنه لم يظهر من الحديث في هذا السبب في هذا الإزعاج والإيلام الذي حصل 3 مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صادقا فيما يقول: ما أنا بقارئ، قبل شيء عشاء
وليس كاذبا او مجرما وحاشرا لكي يعاقب، لا يستحق عقوبة. فان دل ذلك على شيء فانما يدل على عدم صدق الحديث نفسه. أليس كان في إمكان جبرائيل عليه السلام أن يقول لأول مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق كما قال في المرة الثالثة ولا يحصل كل هذا الإزعاج؟ الخطوة الرابعة، إننا إذا تنزلنا وقبلنا أنه يستحق العقوبة وحاشاه فكان يمكن الاقتصار على عقوبة خفيفة أو تنبيه بسيط وليس إلى هذه الدرجة من الإزعاج، بحيث يقول حتى بلغ مني الجهد ويحصل ذلك ثلاث مرات. الخطوة الخامسة، إن الملك لم يأتي، لاحظوا سبحان الله، إن الملك لم يأتي بورقة أو كتابة ليطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأها، إذن فليس هناك أي طلب للقراءة لكي يعتذر منه النبي أنه ليس بقارئ لكي يعاقبه الملك على ذلك، بل من الواضح أن المراد بالقرآن أو بالقراءة في هذا المورد هو مجرد التلفظ أو القول، يعني قل كما أقول هذا هو. والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله يسمع ويمكنه أن يعيد نفس الكلام بدون هذه المضاعفات، كما أن المفروض أن النبي صلى الله عليه وآله بوعيه وعلو مستواه يفهم هذا المعنى وعدم وجود مورد للاعتذار، فكيف يكون اعتذاره مفهوما؟ فهذا يشكل نقطة ضعف أخرى في الحديث. ولو قصد من قوله ما أنا بقارئ يعني لا أستطيع أن أردد معك هذه الألفاظ لكان كاذبا محاشا. ولو تنزلنا وقبلنا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفهم ذلك فكان الأنسب والأولى للملك أن يفهمه ذلك أو يبدل تعبيره بما يؤدي المعنى المطلوب، لا أن يعاقبه ثلاث مرات. الخطوة الثالثة، إنه بعد أن علم النبي صلى الله عليه وآله أن هذا ملك مقرب وعلم قدسيته فلماذا يعطيه ويصر ثلاث مرات على عصيانه؟ وكأنه لو استمر الحال على ذلك لعصاه 100 مرة أو 1000 مرة، ما راح يقول إطلاقا سبحان الله، مع العلم أنه يعلم أنه ملك مقدس وأن أمره حق ومن أمر الله جل جلاله، إذن فسوف يعطي أمر الله تعالى وحاشاه أكيدا. الخطبة السابعة، إننا نتساءل هل أن النبي صلى الله عليه وآله أكثر فهما أم خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أم ورقة بن نوفل الشيخ النصراني؟ سبحان الله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله خير الخلق وأعظم الخلق وأفهم الخلق، لا ينبغي أن يختلف في ذلك اثنان، فكيف يكون هو الجاهل لتفسير هذه الحادثة كما هو منطوق الحديث ويكون العلم لدى غيره؟ سبحان الله، بحيث يتوقف الامر على اخبار ورقه بن نوفل مع احترامي له. الخطوة الثامنة، انه ينبغي ان يكون واضحا من الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله ساعتئذ لم يعلم ان هذا ملك وان هذا قرآن، وانما ذلك كان بلفظ الراوي وهو عائشة او باخبار ورقه بن نوفل، ومثل هذا الورع والجهل غير محتمل على رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو واضح. الخطوة التاسعة، أن المفروض بالنبي صلى الله عليه وآله أن يعلم حقيقة الملك الذي أرسل إليه وكون موقفه حقا وهو مرسل من الله تعالى، فإذا كان ذلك إذن فسوف يعرف أن ما فعله الملك حسب منطوق الخبر حق ايضا، فلا يخشى منه ولا يعترض عليه ولا ان ينهار نفسيا منه. الخطوة العاشرة، ان رسول الله صلى الله عليه وآله ظهر في هذا الحديث، لاحظوا وعاشا، ظهر في هذا الحديث جبانا محبا للحياة الدنيا جدا
ضعيفا عن تحمل المشاق وخاشاه من كل ذلك. وهذا واضح من عدة فقرات من الحديث كقوله فغطني حتى بلغ مني الجهد، وقوله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله يرجف فؤاده، وقوله لخديجة لقد خشيت على نفسي، مع أننا نعلم أنه أعلم وأقوى من جبرائيل نفسه، حتى أنه في المعراج هذا سمعناه وسمعتموه، قال له جبرائيل في المعراج قال له جبرائيل ما مضمونه، تقدم وحدك، لو تقدمت أنمل لاحترقته. فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وحده حتى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى. فهل استعمل النبي صلى الله عليه وآله شيئا من هذه القوة في رفع أو في دفع هذا الإزعاج والبلاء عن نفسه، أو بتحمله للبلاء بحيث لا يبلغ منه الجهد بهذه السهولة؟ إذن فهذا الحديث مردود حتى لو قبلنا صحة سنده، وهو بالتأكيد ليس بصحيح السند، وإنما الأمر باختصار أننا نقتصر على ما هو حق ونرفض ما هو باطل، ليش هذا هو؟ وإنما الأمر باختصار هو نزول الوحي عليه وإرساله برسالة الإسلام لأول مرة في غار حراء بالآيات الأولى من سورة العلق بما فيها البسملة المحذوفة من الحديث طبعا، والنبي صلى الله عليه وآله تلقاها بعمق وسعة صدر وبشجاعة وتفهم وعلم بكونه مخاطبا من الله تعالى بطريق جبرائيل عليه السلام، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله بدون حاجة إلى مثل هذه التفاصيل المؤسفة.